أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفر
أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا أحيط
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض المال والبنون زينة الحياة في الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء
ضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض
ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ولا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا صدق الله العظيم.